اكيد اللاعب ايتون دولي صاحب ال 191 سنتي مكان ايمن الحسوني لاعب لعب في انتراخت فرانكفورت ولعب في المانيا ايضا المنتخب شباب المانيا يشارك الان 191 سنتي لم تشارك في الضربات الراسيه الحاليه فمتى ستشارك كره ثابته ستاتي للوداد عرضيه راسيه لكن الكره ايضا تتخلص تعود الان من جديد متابعه عن طريق يحيى جبران يا لها من دقائق ان بنزاكاي ماذا تريد بهذه